ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير جدا. فيديو التصات او المقليات اللي لما عملتولكو لميتلكو فيه التصات كلها عجبكو جدا، وطلبتوا مني اعمل لكم فيديو اللي هو طواجن وصواني الفرن. وانا النهارده قررت الملكو العدد كله واصوره لكم، بس في كام حاجه بصات كده تايهين مني فمعرفتش اجمعهم، وبرده كنت مصورهم قبل كده فهقول لكم عليهم بحيث تجيبوهم. تمام. وبرده في حاجه في الصواني ناقصاني لسه ما جبتهاش، برده هقول لكم عليها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا ونشوف انا جايبه ايه. بصوا، اول حاجه الطاجن ده جاي مع طقم الجرانيت. كنت وريت لكم طاسه قلي جايه من طقم الجرانيت برضو، فانا عشان تشوفوا العدد كامل. دي كده جايه مع طاجن الطاجن ده جاي مع طقم حلل الجرانيت، حجمه متوسط، رقم 26. تقيل جدا وحلو جدا، برضو جبته. عايزه اقول لكم ان العروسه لازم تنوع في الخامات، يعني لازم تجيبي الومنيوم ولازم تجيبي تيفال، لازم جرانيت، ما ينفعش تجيبي كله ماركه واحده، فانا او نوع واحد، فانا جايبه كل حاجه نوع. والكيكه والبسبوسه اتعمدت ان انا اجيبهم الومنيوم، لاني بجد الكيكه بتفرق جدا، هي والبسبوسه لما بيبقوا في الالومنيوم بتبقى ناجحه جدا. اوعي تقولي لا الالومنيوم ده حاجه قديمه ومش عارف ايه، لا انا عن نفسي جايبه طقم حلل الالومنيوم عشان السلق والتزيين، البيكا بتبقى تحفه في الالومنيوم، وكمان الكيكه والبسبوسه تحفتين في الالومنيوم. فانا هوريكم كل الخامات اللي انا جايباها. بصوا، دي قالب كده اللي هي الكيكه اللي بتبقى مفتوحه في النص، بيبقى شكلها ورده. انا جبته سيليكون، بصوا اهو بيتطبق وكده. ممكن تقولوا انه بلاستيك وبيسيح في الفرن، لا السيليكون مش بيسيح خالص في الفرن، وانا مجرباه عن تجربه شخصيه، فكنت جايبه النوع ده سيليكون. بعد كده جايبه صينيه الكب كيك، دي اهي هي تيفال عادي ومعاها 12 قالب من السيليكون. دول طبعا ما يترموش، الورق بتعملي فيه مره واحده وترميه، لكن ده سيليكون بتغسليه وبيستخدم تاني. فكان صواني الكب كيك في منها 6 وفي منها 12، انا جبت ال 12 ومعاها 12 قالب سيليكون. دي كده حلت او طاسه الشرطه. بصوا، بيبقى الجوانب بتاعها عاليه قوي. طبعا معاكي من 24 مقاس 24 لمقاسات كبيره. انا قلت كنت هجيب المقاس 24 بحيث يكفي نص كيلو سبونج، بس للاسف اتلخبطت وانا بطلب الاوردر وطلبتها مقاس 26، فدي بتاخد كيلو الا ربع سبونج. بصوا من جوه غويطه كده والجوانب بتاعتها عاليه، لانك لو عملت التورته في صينيه عاديه بتكب من بره، لكن دي جوانبها عاليه. كنت جايباها تقريبا ب 160، مش فاكره بصراحه، بس هي كانت ب 100 وحاجه. تمام. دي بعد كده اللي هي بتاعه الوافل، برضو دي سيليكون، كان في منها شكل ورده صغنن وفي منها المربع ده، تشيل 4 قطع من الوافلز. طيب هتقولوا ان احنا ممكن نجيب جهاز الوافلز، عايزه تجيبيها تي، بس انا في حاجات ينفع استبدلها، يعني جهاز الوافل يدخله في 700 800 جنيه، بصراحه هو حاجه ترفيه، فانا ليه اجيبه طالما ممكن اعمل في الفرن بقالب سيليكون ب 30 جنيه. فانتي براحتك، لو امكانياتك الماديه تسمح انك تجيبيه هاتيه، بس انا جبت ده كبديل لي. تمام. بعد كده جبت طقم الصواني ده بتاع الكيكه، هو شكل مدور. طبعا انتي كعروسه لازم تجيبي المدور والمربع تجيبي كل الاشكال، فانا جبت المدور لان معظمنا بنعمل الكيك مدور. ده 4 قطع ماركة الدهان، كان عامل 435 جنيه. هم 4 قطع مش 3. برضو الحيطان بتاعتهم عالية، شبه قوي اللي هو بتاعت التورتة، يعني ممكن اعمل فيها تورتة عادي. تقيل جدا الدهان زي ما قلت لكم في كل فيديو، اي حاجة الومنيوم لازم الدهان. هم 4 احجام اهم زي ما انتم شايفين، بدأ من 26، فبجد تحفين قوي وتقال قوي وجامدين. يعني
بعد كده صواني البيتزا. طبعا ممكن تجيبي بتاعه البسبوسه وتستغني عن بتاعه البيتزا، بس انا جبت البسبوسه وجبت البيتزا. انا مش بحب البسبوسه قوي فمش بعملها كتير، بس انا جايباهم بحيث استخدمهم كبيتزا وبسبوسه لو انا لو جاي لي ضيوف او هعمل كميه. طيب في اطقم بيتزا بتبقى 3 قطع، انا ما رضيتش اجيب الطقم، جبت بالفرداني، جبت الصغيره اصغر حجم، جبته تيفال زي ما انتم شايفين، والاطقم بتبقى خفيفه خالص، لكن ده تقيل نوع نظيف. دي كنت جايباها ب 90 جنيه تقريبا الصغيره. بصوا حوامل يعني جوانب بتاعه البيتزا بتبقى صغيره. جبت المقاس الاكبر شويه جرانيت، دي كانت عامله مكتوب عليها 90 جنيه، تمام. وجبت الكبيره خالص برضو تيفال ب 60 جنيه تقريبا، الصغيره خالص دي ب 50 والكبيره ب 60 والجرانيت دي ب 90. طبعا الجرانيت اغلى من التيفال، فانا جبت 3 تيفال وواحده جرانيت، دول بتوع البيتزا ماشي. بعد كده جبت بتوع البسبوسه، هما بصراحه كانت بالواحده، بتتباع بالواحده برضو ماركه الدهان، بس مش طقم يعني. فانا جبت الصغيره مقاس 26 وجبت واحده تانية مقاس 30، يعني جبت واحده كبيره وواحده صغيره، وما رضيتش اجيب 3 لان انا ماليش في البسبوسه قوي، فقلت لا دول كفايه قوي. بعد كده جبت الصغار اللي هي بتاعه الكبير، بصوا هي متربين عشان ليهم فتره متشالين. بصوا السجون دي بتبقى ب 20 جنيه وب 15 جنيه بيتعملوا عموله، فانا جبت المقاس الصغير ده جبت 3، والمقاس الكبير ده هو اكبر شويه جبت 3 برضه. ماما قالت لي هاتي 6 و6، قلت لها لا مفيش داعي. بصوا الصاج ده ممكن كمان بدل ما تعملي فيه خبيز بسكوت ونواعم وكده ممكن تعملي فيه جاتو شوكولاته، فبتبقى بصوا الحيطه بتاعته عاليه شويه فبيبقى حلو جدا. انا جبت 3 و3 بحيث لو هخبز نواعم او كده في البيت. طبعا ممكن تخبزي نواعم في صواني الكيك وصواني البيتزا براحتك، بس انا جبت دول يعني كلو هخبز عيله مثلا، هخبز كميه كبيره فهحتاجهم، تمام. بعد كده جبت الطقم ده 2 قطعه جرانيت المربع، تمام. دول صواني الفرن عادي اللي هو بتطبخي فيهم او بتعملي فيهم حلويات، بس انا زي ما قلت لك الكيك والبسبوسه اتعمدت ان انا اجيبهم الومنيوم عشان يعني الالومنيوم افضل في الحاجات دي. بصوا الطقم ده اهو مقاس صغير او مقاس وسط، والاكبر منه اهو، تمام. دي عاديه محطوطه بس عشان ما يتخدش. الطقم ده كان عامل 400 وحاجه برضو، تقيل جدا. طبعا في انواع رخيصه خفيفه وكده، بس انا مش برضه اجيب الحاجات الرخيصه، بقول اجيب الحاجه النظيفه عدد قليل وتعيش معايا احسن ما اجيب كتير من نوع وحش ويبوظ. دول كانوا الصواني اللي انا جبتها بتاعه الفرن. طبعا معايا طقم البايركس وريته لكم قبل كده برضو، ده للفرن 5 قطع، هحط لكم لينك الفيديو بتاعه تشوفوه، هحط لكم في اول كومنت مثبت وفي الديسكريبشن كمان. وفي حاجه تانية ما قدرت ما لقيتهاش عشان اصورها، قوالب المولتن كيك الصغننه دي اللي بيتشكل بيها الرز، برضو جبت 2 تيفال وريته لكم في فيديو رفيع، بس انا مش لاقيهم بصراحه متشالين. ان الفتره دي بعمل ايه، الكرتونه اللي خلاص صورتها ببرشمها وبرميها في حته بعيده، فما قدرتش ان انا افتح تاني، او للامانه مش عارفاهم في انهي كرتونه، فقلت بدل ما افتح كله فخلاص اقول لكم عليهم في الفيديوهات. يبقى دي الحاجات اللي انا جبتها، الحاجات اللي انا جبتها وما وريتهالكوش في الفيديو ده. طقم البايركس هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس، وكمان قوالب المولتن كيك جبت 2. طيب الحاجه اللي ناقصاني ولسه ما جبتهاش، الصينيه اللي هي بتاعه التشيز كيك اللي بتتفتح من الجنب بكليبس، ده انا اللي بلاقيه في السوق اللي هو الطقم الثلاثه، وانا مش محتاجه 3، انا محتاجه واحده بس مدوره عشان لو عملت تشيز كيك، تمام. انا ممكن اعملها في صينيه عاديه بس انا محتاجه دي. لما الاقي صينيه لوحدها فرداني خامتها كويسه، لان الثلاثه بيبقوا خامتهم خفيفه ومش حلو، فلما الاقي صينيه هجيبها وابقى اوريها لكم في فيديو تاني. فدي كانت كميه الصواني بتاعتي وانواعها، وبجد نصيحه الكيك والبسبوس الكيكه والبسبوسه هاتوهم الومنيوم، الالومنيوم تحفه في الحاجات دي. طبعا انا مش كلام، ده بالفعل انا طبعا طباخه ماهره واللي متابعني عارف وصفاتي، فبجد برشح الالومنيوم في الحاجات دي. طيب ماركه الدهان حلوه جدا جدا جدا.
ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يكون خفيف عليكم والفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.